السلام عليكم وبركاته، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله باور كويري المتقدمه او ادفانس باور كويري، الفيديو رقم 11. النهارده هنتكلم على موضوع المفروض ان احنا اتكلمنا فيه قبل كده، اللي هو موضوع الميرج كويريز، والمفروض ان معظمنا دلوقتي فاهمه كويس، لكن النهارده هنشوف ازاي ممكن ناخد الميرج كويري ده لمستوى تاني، او زي ما بيقولوا للنكست ليفل. تعال نشوف هنعمل ايه النهارده. النهارده هنشوف مع بعض خمس حاجات، او هنتكلم في خمس موضوعات. اول حاجه هنشوف ازاي ان احنا ممكن نخلي الميرج كويري ده، عمليه الدمج اللي بنعملها في الباور كويري، تشتغل بنفس طريقه الفيلوكاب. يعني حضرتك لما بتعمل فيلوكاب في الاكسل، لو جدول البحث فيه تكرارات، ايه اللي بيحصل؟ الفيلوكاب بتجيب اول اختيار منهم. وده كان سؤال متكرر بصراحه، كذا حد سالني عليه، فعشان كده قلنا ازاي نحاول نعمل القصه دي، وازاي برضو ممكن ناخد الميرج كويري في منطقه تانية خالص. هنشوف، ودي طبعا حاجه مش جديده، ازاي نعمل ميرج باستخدام ثلاث اعمده، او يبقى الماتشنج كولومز ثلاث اعمده مش واحد ولا اتنين. الحاجه اللي بعد كده هنشوف ازاي بعد عمليه الميرج مش هنعمل اكسباند وهنبدا نطلع المعلومات. يعني خد بالك دايما الميرج بعديها دايما في اكسباند، لكن احنا هنشوف ازاي ممكن نعمل الميرج بس نبدا نطلع المعلومات من غير ما نعمل اكسباند. وعشان نعمل كده هنبص على بعض دوال لغه ام، وهنشوف ان احنا هنستخدم 6 من الدوال دول علشان نطلع نتائج مختلفه من داخل الميرج كويري من غير ما نعمل اكسباند. الحاجه الاخيره ان احنا هنشتغل على مفهوم الريكورد. هنقدر نعمل مع بعض ريكورد جوه كاستم كولوم، وهنشوف ازاي ده ممكن يأثر الخطوات ويبسطها بشكل كبير قوي، وخلينا نستخدم دوال الام دي بشكل مور افيشنت. مثال النهارده بيتكلم على جدولين، الجدول الاول هيكون فيه بيانات للمبيعات، وعندي جدول تاني فيه قائمه للاسعار، وبحاول اوجد الاسعار السليمه بناء على اكتر من حاجه. الاسعار دي بتتغير باستمرار، يعني نفس المنتج سعره بيتغير ممكن مره في الشهر وممكن اكتر من مره في الشهر، فبحاول اوجد السعر الصح بناء على اسم المنتج، بناء على الشهر، وبناء على السنه، وهيجي لي كمان اكتر من سعر حتى بعد ما اعمل الماتشنج بالصوره دي. وهنشوف بقى ازاي في المثال ده ممكن نفاضل بين الاسعار دي او نختار منها باشكال مختلفه. تعال نروح على الاكسل اشرح لكم الاول المثال بيقول ايه، وبعد كده نشوف الحل ممكن يتعمل ازاي. على الشمال عندي جدول المبيعات او سيلز ديتا، ما هو الا جدول فيه مجموعه من الترانزاكشنز اللي حصلت، مع عمليات البيع اللي حصلت في خلال فتره معينه. فعندي 5 عواميد او 5 كولومز، اول واحد الديت، ولو بصيت هنا هتلاقي ان التواريخ متوزعه على سنه 2019 كلها. بعد كده عندي الشهر، عمود فيه الشهور، وبعد كده عندي السنين، هي سنه واحده حاليا 2019، وبعد كده اسم المنتج، عندي 4 منتجات، وبعد كده عندي الكميه المباعه في كل ترانزاكشن من الترانزاكشنز. طب على اليمين عندي ايه؟ عندي قائمه الاسعار. لو بصيت هنا هتلاقي برضو ادي اسم المنتج، وعندي برضو نفس 4 منتجات، وبعد كده عندي التاريخ. ليه بقى؟ لانك هتلاقي ان السعر بيتغير كل شويه. فمثلا لو شفت شهر يناير هتلاقي عندي سعرين، واحد في 1 يناير والتاني في 15 يناير، وهنا هتلاقي طبعا اخر كولوم هو كولوم التسعير او كولوم الاسعار. تعال الاول قبل ما نقول لك المطلوب هقول لك حاجه ظريفه قوي، ان عمليه الانفويسنج ما بتتمش ترانزاكشن باي ترانزاكشن. بمعنى ايه؟ لو انا مثلا تعالى على جدول المبيعات، هاخد اي منتج من المنتجات وليكن الكارجو، هتلاقي ان انا بايع اكتر من معامله في شهر يناير. تعالى نختار يناير عشان بس نبقى شايفين، هتلاقي عندي معاملتين في شهر يناير. المعاملتين دول مش هفوتر كل واحده لوحدها، لا، انا هفوتر الشهر كله بالكامل. طيب هفوتر بقى بناء على ايه؟ يعني انه سعر، انا عندي سعرين برضو في شهر يناير، واحد في اوله وواحد في نصه، هاخد انه سعر فيهم؟ ده بالظبط اللي احنا هنقرره مع بعض، ومش هنقرره بطريقه واحده، لا، عايزين نقرره باكتر من طريقه. معنى ايه الكلام ده؟ تعال الاول نشيل الفلتر من هنا عشان نشوف الديتا على بعضها. معناه ان انا مره عايز اوجد السعر او اشوف اكتر من طريقه للسعر. اول مره عايز اشوف الماكس برايس اللي في الشهر، اعلى سعر في الشهر. مره ثانيه هشوف المينيمم برايس، ممكن يكون العميل ده انا بديله خصم فبديله اوطى سعر في الشهر. ممكن احسب الافريج برايس، يعني ممكن برضو اديله الافريج برايس، وممكن كمان اخد الفيرست برايس. يعني ايه الفيرست برايس؟ يعني اول سعر في الشهر، يعني اخد اول سعر والتغيير اللي بعد كده مش هاخده في اعتباري، او هاخد اللاست برايس، اخر تعديل حصل في الشهر. يبقى عندي ممكن اطلع السعر بخمس طرق، يا اما الماكسيمم اعلى سعر، المينيمم اقل سعر، الافريج المتوسط، او اول سعر او اخر سعر. دي الخمس حاجات اللي انا عن طريقها عايز احل المشكلة دي، او عايز استخدم الميرج علشان اجيب السعر بخمس طرق مختلفين. تعالى بقى نروح على الكويري ونشوف هنعمل كده ازاي.
انا اوريدي اخدت الجدولين على الباور كويري. الاولاني اسمه السيلز داتا، ده الجدول اللي فيه عمليات البيع، والاربعه كولومز او الخمسه كولومز بتوعي، واسمها زي ما انت شايف سيلز داتا. عندي بس اتنين ابلايد ستيبس، خطوتين بس اتنفذوا، السورس والتشينج تايب. ما عنديش مشكله لغايه دلوقتي. بعد كده البرايس ليست نفس الكلام، ادي التلاته كولومز، المنتج والتاريخ والبرايس، وزي ما حضرتك شايف برضو عندي خطوتين بس، السورس والتشينج تايب. طبعا انا خد بالك محتاج ان انا لما اجي احدد سعر انا بشتغل على الشهر، بشتغل السعر الخاص بكل شهر، وطبعا الشهر كمان محتاج يتحدد بالسنه، لانه لو غيرنا السنه بعد كده 2019 بقت 2020 وهكذا، فمحتاج ان انا احدد السعر بناء على الشهر والسنه. كمان تحديد السعر بناء على ايه كمان؟ بناء على البرودكت. يبقى احنا لو هنشتغل بميرج محتاج يبقى عندي ثلاثه ماتشنج كولوم، واحد للبرودكت، واحد للشهر، واحد للسنه. انا في الوقت الحالي عندي في الجدول الاولاني الثلاثه كولومز موجودين، ادي الكولوم الاول اللي فيه البرودكت، الكولوم الثاني اللي فيه الشهر، الكولوم الثالث اللي فيه السنه، مفيش مشكله خالص. لكن في البرايس ليست ما عنديش بس غير البرودكت، لكن اقدر من الديت اطلع اسم الشهر وكمان ايه رقم السنه. فتعالى نقف هنا الاول، نبدا من برايس ليست ونحاول نزود الاعمده اللي ناقصانه. فهختار كولوم الديت، وبعد كده اروح على اد كولوم، من اد كولوم هروح على ديت. اول حاجه هختار السنه يير، هختار يير هيضيف لي عمود موجود فيه الير، مفيش اي مشكله خالص. هرجع تاني اختار الديت برضو من اد كولوم ديت، وبعد كده هروح على المانث وهختار النيم اوف ذا مانث. طبعا المشكله الوحيده اللي هتقابلك دلوقتي ان انت عندك اسم الشهر زي ما انت شايف كامل مكتوب بالكامل، لكن عندنا هنا مكتوب الاسم المختصر اللي هو اول ثلاث حروف. مفيش مشاكل، هنحلها بسهوله. هنختار المانث نيم، هنروح على ترانسفورم، هنلاقي حاجه اسمها اكستراكت موجوده في التكست كولوم، اكستراكت، وهنقول له فيرست كاركترز، وهنقول لو سمحت عايزين اول ثلاث حروف، وندوس على اوكي. فبقى عندك اسم الشهر زي ما احنا عايزينه. فكده البرايس ليست بتاعتي جاهزه، عندي الثلاثه كولومز انا محتاجهم، اسم الشهر والسنه واسم المنتج. نفس الكلام عندي هنا، ادي الشهر وادي السنه وادي اسم المنتج. يبقى انا ممكن اعمل ميرج ليه؟ عشان اشوف فين الاسعار الخاصه بكل شهر، بكل منتج، بكل سنه، وبعد كده من مجموعه الاسعار اللي هتجيلي عن كل شهر هنبدا نقرر انه واحد فيهم بالظبط اللي هنجيبه. عشان نعمل كده وانا واقف على الهوم هروح على اليمين في ميرج كويريز، وهختار على طول ميرج كويريز. دي الكويري انا واقف عليها اللي هي سيلز داتا، من تحت هختار الكويري الثانيه اللي اسمها برايس ليست. الماتشنج كولومز تعال نبدا من فوق، هاخد البرودكت وادوس على كنترول واختار معاه بالترتيب الشهر وبعد كده السنه. نفس الكلام هعمله تحت، ادي البرودكت اول واحد هختاره وادوس على كنترول، وبعد كده اختار الشهر وبعد كده اختار السنه. خد بالك هتلاقي هنا 1 2 3، لازم ال 1 2 3 دي تبقى ماشيه مع 1 2 3 لفوق، والا مش هيعمل ماتشنج بشكل مظبوط. وهنسيب الليفت اوتر زي ما هو وهندوس على اوكي. هيطلع لك على طول كولوم جديد اسمه برايس ليست، وده الماتشنج بارت من التيبل اللي كان موجود هناك اللي هو البرايس ليست. فمثلا في يناير 2019 الماونتن بايك كان عندنا سعرين، واحد ب 200 والتاني 240، او اول واحد كان في اول الشهر والتاني في اخر الشهر. فاكرين السؤال الاولاني اللي كنا اتكلمنا عنه اللي هو ايه؟ اللي هو لو انا بعمل عمليه ميرج عايز اخليها تشتغل زي الاكسل، اكسل وانا بعمل في لوك اب، لما بيلاقي اكتر من اختيار او اكتر من تكرار بيجيب لي التكرار الاولاني. يبقى في الحاله دي مثلا لو انا بعمل هنا عمليه الميرج دي، بص كده معايا تحت عندي اختيارين او عندي اتنين ماتشنج، لا انا عايز اخد الاولاني بس واجنور التاني. يعني في الحاله دي هاخد السعر اللي هو ايه؟ اللي هو 200، وهاجنور ال 240 لو انا بس بدور على السعر. طبعا ده اللي احنا هنحاول نجاوب عليه دلوقتي، بس انا كمان هوريك ان انت ممكن كمان تجيب اللاين التاني او تجيب اخر اختيار، مش اول واحد بس، ممكن تجيب الاولاني او تجيب الاخير. وممكن كمان تركز على السعر نفسه مش على التاريخ. بمعنى ايه؟ انك تبص على السعر نفسه وتبدا تختار وتقول والله انا هاخد اكبر سعر او اقل سعر او متوسط السعرين. ده اللي احنا هنحاول نعمله مع بعض. طيب حاجه مهمه قوي، انا دلوقتي عملت الماتشنج او عملت الميرج، وعندي هنا زي ما انت شايف في بعض الحاجات، طبعا ممكن تنزل شويه، لو نزلنا اعتقد في الشهور كده تحت شويه هتلاقي في حاجات ما فيهاش غير ماتشنج واحد بس، وليكن مثلا شهر سبتمبر ادي الكارجو بايك ما لهاش غير سعر واحد بس، لكن لو طلعت في الشهور الاولانيه هتلاقي اكتر من ماتشنج في يناير وفبراير وكده. طيب
لو انا عملت اكسباند دلوقتي، وطبعا ده اللي احنا بنعمله بعد الميرج، نعمل اكسباند. لو عملت اكسباند دلوقتي ايه اللي ممكن يحصل؟ هيحصل دوبليكيشن، لان عندي جدول البحث فيه تكرارات. طالما في تكرار في جدول البحث عندي اكتر من ماتشنج، يبقى لو عملت اكسباند هيحصل دوبليكيشن. ولو مش مصدقني بص كده على التوتال هنا عندي كام، عندي 170 لاين. تعالى بقى نجرب كده نشوف، نعمل اكسباند ونشوف ايه اللي هيحصل. ادي اهو اكسباند واقول له اوكي، وتعالى كده نشوف بقى عدد اللاينز بقى عامل ايه، بقى 241. يبقى حصل ايه؟ حصل دوبليكيشن، بعض اللاينز لقت اكتر من ماتشنج، او بعض الروز في التيبل حصل لها اكتر من ماتشنج في جدول البحث، فبالتالي حصل ايه؟ حصل دوبليكيشن. يبقى انا ما اقدرش اعمل اكسباند بالوضع ده، يبقى همسح خطوه الاكسباند، ده اللي هعمله دلوقتي حالا. وهنبدا نفكر في طريقه تانية ان احنا نطلع المعلومه اللي احنا عايزين نطلعها من غير ما نعمل اكسباند. من غير ما نعمل اكسباند لمين؟ من غير ما نعمل اكسباند للجداول اللي موجوده هنا، ده اللي هنحاول نعمله. لكن طبعا طالما هنحاول نعمل كده يبقى اكيد محتاجين نكتب فانكشن صغيره، حاجه سريعه كده، مش هتكون صعبه لكن هتسهل حياتي، هتخليني اكمل الجزء اللي عملته عن طريق الميرج بشكل كويس قوي. لو انا دلوقتي عايز ابدا اطلع معلومه من الجدول ده قبل ما يحصل له عمليه اكسبانشن، عايز اطلع معلومه من الجدول ده وهو لسه مقفول كده من غير ما اعمل له اكسباند، يبقى هعمل ايه؟ احسن حاجه خليني اعمله جوه كولوم جديد. فهروح على طول على اد كولوم، والمره دي هروح اقول له لو سمحت انا عايز كاستم كولوم. هيفتح الويندو بتاعه الكاستم كولوم، سيب اسم الكولوم زي ما هو خليه كاستم، وهاجي هنا وخليني ابدا اول حاجه احاول اجيب الجدول بالكامل، افرنس الجدول بالكامل. الجدول موجود فين؟ موجود في البرايس ليست. لو عملت كده دبل كليك ودوست على اوكي هيدي لك برضو تيبل، ولو وقفت هنا هتلاقي هو نفس التيبل، مفيش مشكله. لكن جوه الكولوم ده هنبدا نعمل معاه شويه حاجات علشان نطلع المعلومات اللي احنا عايزينها. تعال نفكر اول حاجه، ونقول مثلا احنا خلينا نجيب اول حاجه عايزين نجيب الماكسيمم برايس، عايز اعدي على السعرين اللي موجودين هنا في الجدول المقفول ده واقارن بينهم واطلع اعلى برايس في الاثنين. ازاي ممكن اعمل كده؟ مفيش مشكله، هنعمل اديت وتعال نفكر نشوف ازاي ممكن تتعمل. انا عندي هنا الجدول جاي من الكولوم اللي اسمه برايس ليست، طبعا البرايس ليست ده كولوم في الجدول الكبير لكن هو في حد ذاته جدول، فعايز من الجدول ده استخرج عمود معين، انا مش عايز اجيب حاجه غير بس البرايس. فلو فتحت سكوير براكت وكتبت برايس وقفلت السكوير براكت، يبقى انا كده بدل ما كنت شايف جدول، بدل ما هنا كنت شايف جدول 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 او تيبل تيبل تيبل، هشوف هنا بس ايه؟ ليست. فتعال ندوس على اوكي، الجدول تحول الى ليست. اقف كده هتلاقي دايما الليست دي هي ما هي الا ليستة ايه؟ ليستة اسعار. فبقى عندي ليستة اقدر اجيب الماكسيمم بتاع الليستة بمنتهى البساطة. فهعمل اديت للكاستم كولوم دي، وهقف قبلها، هقف براها كده واكتب فانكشن صغيرة جدا اسمها ليست دوت ماكس، وطبعا بتعبر عن نفسها، يعني عايز اجيب اعلى رقم في الليستة دي، وهدوس على اوكي. فبقى عندك فعلا اعلى سعر، يبقى انا كده قدرت اجيب اعلى سعر بالنسبة لكل منتج، بالنسبة لكل شهر، بالنسبة لكل سنة. انا كده خلاص مبسوط جبت اعلى سعر. طب عايز اجيب اقل سعر هعمل ايه؟ هتقول لي بسيطة، هنزود كولوم كمان. هروح اقوله لو سمحت اد كولوم، هروح هنا كاستم كولوم تاني، والكاستم كولوم الجديد ده ممكن اسميه المين برايس مثلا، وبعد كده اعمل نفس العملية بالظبط لكن هستخدم فانكشن تانية اسمها ليست دوت مين. افتح قوس فين الجدول او فين الليستة، الليستة موجودة في الكولوم ده لكن لو سمحت هات لي بس البرايس، ونقفل القوس وندوس على اوكي، وفعلا هيجي لي ادي المينيمم برايس اللي اسمها كاستم، دي كانت الماكس، ممكن نرجع نغير اسم اللي هنا ده ونسمي ده ماكس، مش هيحصل حاجه. فالدنيا كده ماشيه معاك بشكل كويس، ايوه هتقعد تزود كولومز، فدي طريقه وطريقه صح ما فيهاش مشكله. لكن خلينا نتعلم حاجه جديده ونعمل كل اللي احنا عايزينه جوه عمود واحد بس، وهنشوف مع بعض ازاي ممكن تبقى طريقه ظريفه، وكمان هنتعلم كونسبت جديد اول مره ناخده دلوقتي حالا. اول حاجه هعملها خليني اشيل الكاستم 1 دي، خلاص هشتغل بس على كولوم واحد، يعني انا كل اللي هعمله هيكون جوه العمود الجديد ده اللي اسمه كاستم، مش هزود اي عواميد تانية دلوقتي. فتعالى نبدا نعمل اديت ونشوف مع بعض. لو تفتكر حضرتك احنا عملنا مع بعض اول 3 محاضرات في الادفانسد باور كويري، هتلاقي ان احنا كنا بنتكلم على مقدمه على الام لانجويج، وافتكر في المحاضره الثانيه كنا شرحنا حاجه اسمها الريكورد، ازاي ممكن انشئ ريكورد. بمنتهى البساطه لو انت عايز تنشئ ريكورد، الريكورد دي عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين. تعال نجرب نعمل ريكورد مع بعض ونشوف. لو انا هنا دوست على اف اوف اكس، يعني هعمل خطوه جديده وعايز اعمل اي ريكورد، الريكورد دايما محتاجه زوج من المعلومات. يعني ايه زوج من المعلومات؟ يعني محتاج اسم الفيلد والداتا الخاصه بالفيلد ده. فتعال نفتح مثلا هنا سكوير براكت، سكوير براكت ده شغلته ان انا اعمل جواه ريكورد، وهقول مثلا عندي فيلد اسمه النيم، الفيلد ده جواه معلومه بتقول النيم اسمه عمر،
كمان في فيلد تاني الريكورد فيها اكتر من فيلد. الفيلد التاني اسمه النمبر، خد بالك ان اسم الفيلد ما مديلوش دبل كوتيشن، والنمبر ده هيساوي 100. يبقى عندي ريكورد واحده فيها اسم وفيها رقم، الاسم اللي هو عمرو والرقم اللي هو 100. ولو عملت كده هتلاقي فعلا بقى عندي ريكورد، الريكورد دي فيها 2 فيلد اللي هو عمرو و100. طب ليه انا بقول لك كده؟ بقول لك لان انا طبعا انا همسح الخطوه دي وهرجع تاني اديت جوه اديت كاستم، انا ممكن احول اللي انا عملته ده الى ريكورد. خد بالك الحته دي بتحسب ايه؟ بتحسب الماكسيمم برايس. يبقى انا ممكن الحته دي اعتبرها معلومه كلها على بعض كده معلومه، واديها اسم واقول والله ده الماكس برايس، واقوله ده ايكوال، كاني بقوله لو سمحت انا عندي معلومه اسمها ماكس برايس، وبتطلع ايه؟ بتطلع الماكسيمم برايس. ولو حطيتها جوه 2 سكوير براكت زي ما عملنا في المثال الصغير ده كده هيعمل لي ريكورد فيها فيلد واحد ومعلومه واحده، الفيلد اسمه ماكس برايس والمعلومه بتاعته الماكس برايس زي ما حضرتك شايف. لو دوست على اوكي الكاستم كولوم تحول الى ريكورد، وادي بقى عندي اهو ماكس برايس 240. طب معنى كده ان انا طالما عندي ريكورد فيها فيلد واحد يبقى ممكن اعمل فيلد كمان، فممكن اعمل اديت مره تانية وابدا ازود مجموعه من الايه من الفيلدز. خلينا نوضب دي شويه، وطبعا لو عملت كومه وزودت فيلد تاني مفيش مشكله، خلي دي نعمل باك سبيس. وتعالى هنا نبدا نزود بقى ايه، انا عايز المين برايس الحد الادنى او السعر الادنى هيساوي ايه؟ نفس اللي احنا عملناه هنا، ولكن بس هغير مين؟ هغير الفانكشن، بدل ليست دوت ماكس هخليها ليست دوت مين. طيب وممكن نزود واحده كمان جوه نفس الريكورد دي، اعمل كومه وهدوس برده شيفت انتر، وخليني اقول انا عايز الافريج برايس، وده هيساوي ايه؟ هاخد نفس اللي عملناه بالظبط، لكن مكان الماكس هنخليها افريج، بتعمل نفس الحكايه بالظبط، ليست دوت افريج هتديني متوسط السعر اللي جاي في مجموعه او متوسط اي مجموعه من الارقام جوه الليسته. طيب عايزين كمان نجيب زي ما اتفقنا، كان ده سؤال الاولاني، عايزين نجيب اول ماتشنج اول ريكورد، مفيش مشكله كاما وهندوس شيفت انتر، هنحط برده حاجة جديدة، هنقول ايه الفيرست برايس مثلا هيساوي كنترول في، وبدل ليست دوت ماكس ممكن استخدم ايه؟ استخدم ليست دوت فيرست، عندي فانكشن اسمها ليست دوت فيرست هتجيب لي اول سعر. هيبقى عندي هنا مشكلة صغيرة قوي موضوع ليست دوت فيرست ده، ليه؟ لان الجدول اصلا مش مترتب. تعالى كده ندوس على اوكي سو فار ونشوف شكلها عامل ازاي. هدوس على اوكي، ادي الريكورد الحلوة بتاعتنا كبرت، بقى جواها كام معلومة؟ الماكس برايس والمين برايس والافرج برايس والفيرست برايس. طبعا بعد كده انا هاكسباند، لكن خلينا دلوقتي تعال نرجع تاني ونبص على الجدول الاصلي اللي موجود في خطوه الميرج اللي هو الكولم اسمه برايس ليست. ادي الجدول الاصلي، لو بصيت على الجدول ده هتلاحظ حاجه ظريفه قوي، ان الديتس مش مترتبه. يعني لو قلت له الفيرست ديت هيجيب لي معلومه غلط، هيجيب لي تاريخ متاخر مش اول تاريخ في الشهر. يبقى انا محتاج اشوف حل للقضيه دي، وانا بعمل بعد كده بجيب الفيرست والايه واللاست. فتعال نرجع نعمل اديت للخطوه الاخيره ونشوف ممكن نحل دي ازاي. يبقى انا محتاج الاول ارتب الجدول اللي اسمه ايه، اللي اسمه برايس ليست. عشان ارتبه تعال الاول ايه، ندوس شيفت انتر هنا، وكمان ندوس شيفت انتر هنا عشان نخلي ده ايه قدامنا نعرف نتعامل معاه، عشان هو ده الجدول اهو البرايس ليست ده اللي انا عايز اعمل له ايه، اشوف حل في موضوع الترتيب بتاعه. طبعا هقول لك اسهل حاجه ان انا استخدم فانكشن اسمها سورت، فهبدا اكتب قبليه سورت. طبعا سورت دي لازم قبلها كلمه تيبل، تيبل دوت سورت، وبعد كده افتح قوس هيطلب مني ايه. اول حاجه تيبل، التيبل اسمه او جاي من برايس ليست. الطلب الثاني اعمل سورت ازاي، طبعا في معلومتين لازم اديها له، المعلومه الاولى ايه اسم الكولوم اللي هيرتب بناء عليه، والمعلومه الثانيه هيرتب اسندنج ولا ديسندنج، تصاعدي ولا تنازلي. هذا الزوج من المعلومات بيتحط جوه 2 كيرلي براكت، فهفتح كيرلي براكت. المعلومه الاولى عايزين نعمل ترتيب بالتاريخ، فهكتب اسم الكولوم ديت، والمعلومه الثانيه عايز اقول له ان انا هعمل هذا الترتيب بشكل ايه، بشكل تصاعدي، تصاعدي يعني اسندنج، فهقول له فانكشن اسمها اوردر دوت اسندنج، هيفهم ان انا عايز ترتيب تصاعدي، والمعلومتين دول جوه 2 كيرلي براكت. وبعد كده اقفل القوس بتاع تيبل دوت سورت. يبقى انا كده الاول عملت ترتيب، وبعد كده استخرجت السعر، وبعد كده ليست دوت فيرست جابت لي اول ريكورد. فتعال ندوس كده على اوكي، فهتلاقي ادي فعلا الريكورد. تعال نشوف السعر اللي موجود فيها كام، 240. ارجع بقى على التيبل ده هتلاقي فعلا اول سعر كان 240، بص اهو ادي ال 240 في التاريخ بتاع 1 يناير، يبقى اول سعر فعلا كده جالنا بشكل مظبوط 100%. عشان نبقى خلصنا انا هاخد كوبي من كل دي
وبعدين هعمل كوما واعمل شيفت وانتر واحده باك سبيس وكنترول في، بدل بقى ايه الفيرست برايس عايز اخليها اللاست برايس، وبدل ليست دوت فيرست هخليها ليست دوت لاست. يبقى كده برضو الترتيب مظبوط، قصة الاوردر اتعملت مظبوط، وغيرت بس الليست دوت فيرست اللي كانت موجودة فوق غيرتها بايه بالليست دوت ايه دوت لاست، فكده جابت لي اخر سعر. وتعالى ندوس على اوكي، هتلاقي حضرتك ادي الريكورد فيها الخمس اختيارات اللي ممكن تختار بينهم، يا اما السعر الحد الاقصى او السعر الاكبر اكبر سعر موجود، يا اما المينيمم برايس، يا اما متوسط السعرين، يا اما اول سعر جالي في الشهر، يا اما اخر سعر جالي في الشهر، حسب ما حضرتك بقى تحب تفوتر الزبون الطريقه اللي تريحك. لكن عرفنا ازاي ممكن نجيبها بشكل هايل. احنا كده تقريبا خلصنا، كل اللي محتاجين نعمله ان احنا نعمل ديليت للكولوم ده، خلاص مش محتاجه، رايت كليك وهقوله ريموف، ونعمل اكسباند للكاستم كولوم فهقوله اكسباند. انا محتاج الخمسه فيلدز، مفيش مشكله، طبعا ده عباره عن ريكوردز، هدوس على اوكي، وادي الخمس اسعار بتوعك بقوا في خمسه كولومز او الخمس اختيارات موجودين في الخمسه كولومز، وحرك كده خلاص خلصت. كلوز اند لود، كلوز اند لود 2. طبعا انا عندي في الوقت الحالي عندي 2 كويري، فممكن اقول له اونلي كريتا كونكشن، وبعد كده من هنا من الكويريز اند كونكشن رايت كليك وهقول له لو سمحت لود 2 عشان اغير اللود اوبشن تيبل اكزيستنج ورك شيت. تعال نحط الجدول مثلا هنا وندوس على اوكي، وادي حضرتك ال 170 لاين بتوعك. وبقى عندك بقى عايز تحسب الريفينيو على اي سعر من دول، عايز تبعت الفاتوره على اي سعر من دول حسب السياسه بتاعتك او حسب الزبون. ممكن يكون في زبون بياخد سعر بشكل معين وزبون تاني بياخد سعر تفضيلي، لكن شفنا اعتقد اكتر من مفهوم، واعتقد اخدنا موضوع الميرج لمرحلة تانية ممكن تسهل عليك الدنيا كتير جدا. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون مفيد للجميع، شكرا جدا لوقتكم. لو عجبك لو سمحت اعمل لايك واشترك في القناة وسيب لي تعليق، ومفيش مانع كمان تعمل شير، واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.